بانعدام التوازن السياسي، باستمرار الانهيار بدون اي ضوابط سياسية او بدون اي مقومات قوة لدى اطراف متعددة او متناقضة، يعني يكون طرف واحد هو قادر يمسك الارض يلي هو حزب الله، هو يلي قادر يمسك الدولار يلي هو حزب الله، لانه هو بيقول لك انا عندي اكبر قدرة على الصمود، انا عندي موارد، انا عندي كذا، انا عندي كذا، الاخرين شو عندهم؟ تكون عم بتروح على هذا الانهيار في سبيل إعادة تركيب البلد، ولكن كيف وعلى أي قاعدة ومن الذي سيكون متحكما بما يتعلق بإعادة تركيب البلد ومع من سيكون شريكا في الخارج؟ إضافة على أنه الانفجار قد يخلق أكيد توترات أمنية، أكيد مشاهد لا يمكن التوقع بها أو التنبؤ بها، ولكن ستكون أمام صورة سلبية جدا أو قاتمة جدا. بس لأنه حتى لو ما صار أوكي، مش هلأ في تسوية، مش في تسوية، عم ينشغل على تسوية. طيب ما هذه التسوية أيضا الدول ما بتشتغل كاريتاس، يعني عندها مصالح من مبادرة ماكرون بال 2020 حتى لأي مساعدات سيحصل عليها لبنان بما يتعلق باستثمار سعودي أو 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 أو, أو. كله فيه مقابله نوع من شروط أو نوع من اتفاقيات أو مصالح مشتركة، أوكي، مثل ما كان اتفاق ترسيم الحدود اللي كل الناس اليوم بتقوله انه الطرفين ربحوا، مش هيك؟ هيداك ربح وهون ربحنا، علما انه ما ربحنا اكثر من انه ترسيم، ولكن حتى مت لحظه معينه تقاطع هذه المصالح انتجت ذلك. بعد منا تراجع منسوب الاهتمام بالملف اللبناني، ليش؟ اخذ الامريكي اللي بده اياه، اخذ اللي بيعني له، وخليكم بس تصيروا جاهزين بنرجع، بس يطرأ علينا ملف جديد بنرجع. فبس لانه بدي هذا الشيء اللي مش عم يعرفوا اللبنانيين يقروه.